السلام عليكم. عندنا سلايد على السابلينجوال جلاند. السابلينجوال جلاند أقدر أميزها من خلال إنه هي تحتوي على ميوكس أسيني أكثر من السراس أسيني، يعني عندها ميوكس أسيني هواية بس مو كلش هواية، يعني أكثر من النص، 65% ميوكس أسيني اللي لونها أبيض هاي، وعندها تقريبا 35% سراس أسيني اللي لونها بنفسجي هاي. فاللي هيمن علينا هالمرة هي الميوكس أسيني، فلما يكون عندنا ميوكس أسيني أكثر من السراس أسيني معناها هاي سب لينجوال جلاند. فنجي إلى الكلام البديهي، إنه عندي هنا كبسول كونكتيف تشو كبسول، والكبسول هاي راح تمد لي سبتا اللي هو انترلوبيولار سبتا. هاي السبتا راح تقسم لي الجلاند الى فصوص. زين، لما القى هنا دكت كبيره والدكت صايره ما بين لوب ولوب ولوب، معناها هاي شنو اسمها؟ اسمها انترلوبيولار دكت. هاي هي الميوكاس أسيني اللي موجودة بالسابلينجوال جلاند، وهاي اللي لونها بنفسجي هي سراس أسيني، وطبعا السراس أسيني عددها أقل من الميوكاس أسيني. وهنا عندي سراس ديمليون اللي تحتوي على قمر أو نصف قمر من السراس يغطي الميوكاس أسيني.